لكن في البدايه ما فيش شك ان المباراه وانتهت، مباراه وعدت على خير. دايما كل الامور في كره القدم وارده، الخساره والمكسب والتعادل كل شيء وارد، لكن مباراه وانتهت على خير لازم نفكر في المرحله المقبله. المرحله المقبله وهي الدوري المحلي وايضا دوري ابطال افريقيا. الدوري المحلي اكيد زي ما حضراتكم عارفين ان الاهلي ماشي بشكل كويس. البطوله الافريقيه يعني انا مش عايز برضو احط مبررات او اعذار، لكن البطوله الافريقيه بطوله قويه. شتان الفارق ما بين البطوله الافريقيه والبطوله المحليه، بطوله افريقيا فيها جميع الفرق الابطال في الدوريات المحليه، لكن الدوري المحلي يوجد فيه فرق متفاوته في المستويات وايضا فرق اكيد عندها طموح، لكن الطموح اللي موجود في البطولات الافريقيه اكيد مختلف تماما عن البطوله المحليه. علشان كده بقول لحضراتكم ان المباراه وانتهت، الاهلي عنده ماتشين جايين في بطوله الدوري، واحد امام طنطا والتاني امام المقاولين العرب. الاهلي اكيد باصص على الفوز وانه يحقق رقم ايجابي ليه في بطوله الدوري، انه يحقق 12 انتصار متتالي، ما يكونش فيه تعادل وما يكونش فيه هزيمه. لكن ده ما يمنعش ان احنا في دوري ابطال افريقيا لسه الامور لم تحسم بعد، الامور كلها في حوزة النادي الاهلي.